مشمشية دمشق، مشمشية دمشق. أهلين مساعد شفيق. أهلين سطوف، شو ليش واقف ما تمشي؟ مو لأنت للباص؟ يفضح حريشك شو طماع، الباص مليان. إيه صحيح، بس في لسه راكب ما وصل لسه. ودخلك منو هالخواجة اللي معطل الناس كلها عن أشغالها؟ المرحوم حسني الأبائيبي. شو؟ عم تمزح معي ولا عم تخفف دمك؟ لا والله عم بحكي جد. المرحوم توفى بمزرعته بضيعة التعتولة، وبدهم ينزلوا جثة معي على الشام ليندفن هنيك. هيك الزلمة موصي، ومعلومة الباصات كلهم بالمسيرة وما بقي غير باصي. ها، وليش باصك ماله مشترك بالمسيرة؟ هلا طالعته من الصيانة. بعدين المسيرة الله يعزك ويعزها اما راح تتعطل على باصي. ايه، وامتى راح يشرف المرحوم؟ ليكن وصلوا. وليش ما بتاخذوه بنفس السيارة على الشام؟ ما بتقدر السيارة تفوت للشام لأنه خالصة وراقة. يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلين وسهلين. وين بدنا نحط المرحوم؟ على ظهر الباص. وين يعني؟ بس مين بده يستلمه مني هنيك؟ أهله منتظرينه بالكراج. ماشي الحال. أصبح يلا يا شباب، طالعوه على ظهر الباص. تعوقنا، الله يرحمنا ويرحمه. لحظة لحظة، لا تنزل شيء. ليش؟ وين ورا الزلمة؟ أنو زلمة؟ المرحوم يعني أنو زلمة؟ معك حق سيدي، تفضل. هاي شهادة وفاة، وهي تصريح بنقل الجثة من التعتولة للشام. مزبوط، الله يرحمنا ويرحمه. آمين يا أرحم الراحمين. إيه سيدي، فيك تحمله. ماشي الحال، يعطيك العافية مساعد شفيق. سطوف؟ نعم. نادينا لهالشباب خلينا يساعدونا، ما فينا نحمله لحالنا. إيه على عيني وراسي يا شباب! خلي ينزل كم واحد منكم حتى تأجروا معنا، بنوبكم ثواب. يلا حبيباتي يلا أجروا يا شباب، أجروا يرحم أحبابكم. يلا رحمة الله عليك. يلا يا شباب يلا نرد عليكم. يلا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أجروا يا شباب، أجروا رحمة الله عليك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على الشام هون ما في محلات، اذا بدك تطلع على السطح. بطلع على العفاريت. بس اسمع، في تابوت فوق. تابوت شو؟ واحد ميت اخذينه معنا على الشام. ولي واحد ميت؟ اخي اذا بدك تطلع ما بدك خلينا نتكسر. لا اله الا الله. هات حاسبني، حاسبني بطلع. خلصنا يا اخي. طلع لك الباطه. يلا لا حول ولا قوه. حرك سطوف، حرك. يلا يا اخي حرك حرك. وين الميت؟ يا حرق حريشك يا سطوف، والله لو بينزلوك بهالتابوت ما بتبطل عاد التهريب. سوسه سوسه. شو هالجبنة هي؟ بحياتي ما دقت مثلها.
كان معي شي رغيف خبز. رجينا شوفي كمان. العافية. الله يعافيك. شو في معك بالباص؟ شوفت عينك هاي الباص قدامك. شو في هذا على ظهر الباص؟ جثة المرحوم حسني الأبائيبي بعتينا معي على الشام. لك مو هذا اللي عنده مزرعة بالتعتولة؟ هو بعينه رحمة الله عليه. وإمتى توفى؟ امبارح بالليل والله. لا حول ولا قوة إلا بالله. تعرف فعلا كان زلمي آدمي. شايف؟ إيه والله ما عم يموت غير الأوادي. مظبوط، لذلك انت لساتك عايش. مقبولة منك حضرة المساعد. ومين هو هذا اللي على ظهر الباص؟ قرايبه للمتوفي. العوض بسلامتك يا اخ. نعم عم نقول العمر لك. الله يسلمكم سيدي. معكم تصريح ابن الجثة؟ شلون شو قلتوا سيدي؟ ايه معه، عطاني اياه. ليك وينه؟ الله وكيلك ما تحركت بالباص قبل ما اتاكد من التصريح. تفضل شوف. هات لشوف. مشي. الله معكم. يسلم وديات. مع السلامه. الله معكم. معك شي باكيت دخان؟ لا والله يا حبيبي ما بينعز. لك زبون عوافي ليك. يلا العافيه. يعطيك العافيه. الله معكم. مع السلامه. حرك حرك سطوف حرك. على شي كاسة شاي سخنة هيك تدفي لي مفاصلي. لحظة ما في محلات هون، بدك تحضر الباص. طيب بس في تابوت. ها شو هاد تابوت؟ لك شبك انت عارف شبك؟ واحد ميت نزلينه معنا على الشام، شو فيها يعني؟ يا اخي بس مو متعود انا. اصطفي روح ماشي حرك صفوت. لا دقيقة خلص بطلع. يلا اطلع بتحاسبني بالشام. استعجل إيه بس دقيقة لاطلع. لك اسمعي خلصني بقى. وصلنا عشان لسا. قولي ولك شو رجعك انت؟ لك لا لا لا. قولي يا شباب الميت صحي الميت صحي. الحاول التابوت الثاني.